اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الطعميه او الفلافل دي المسميات بتاعتها تكاليفها ومكوناتها بسيطه جدا، ولكن اكله الطعميه واحنا عارفينها والفلافل من الاكلات الموثقه ومدرجه ضمن الاغذيه الشعبيه المصريه ومعروفه ان هي مصريه حتى لو اكلناها في الصين، يقول لك الطعميه المصريه. مكوناتها فول مدشوش ومعانا الكزبره ومعانا الخضره، ولكن في حاجه غريبه، الطعميه لو من غير الكرات ما تبقاش طعميه، كرات المصري ده مخرجنا الجميل. لو من غير الكرات ما تبقاش طعميه. يعني تحط كزبره، تحط شبت، تحط بقدونس، من غير الكرات ما بقتش طعميه. هنعملها النهارده البرجر. هنعملها برجر النهارده علشان اخواننا النباتيين اللي مش بيحبوا لا الفراخ ولا اللحم. هنعملها بشكل جديد يعني. معانا بتنجان النهارده هنعمله محشي باللحمه والجبنه. فكرته ايه؟ ان احنا البتنجان ده بيتعمل مسقعه وبيتعمل بابا غنوج وبيتعمل متبل. هنعمله النهارده فكره جديده سريعه، نقدر نعمله زي البيتزا مع زيتون مع جبنه مع لحمه. هنشوف ان نعمله ازاي بطريقه بسيطه وسهله. ولكن طبعا مهم جدا وان احنا شغالين، الاطفال بيحبوا البطاطس. واخواننا بتوع الطعميه اللي بيقلوا طعميه، قبل ما بيقلوا الطعميه دايما بيحمر بتنجان، بيحمر فلفل، بيحمر بطاطس. انا حابب اعمل النهارده طبق بطاطس مشويه بالتوابل وبالاعشاب، هنشوف نعملها مع بعض ازاي برضو بطريقه سهله وبسيطه. والبطاطس يعني نشويات وكربوهيدرات ومفيده جدا. وفي نعمه كبيره ربنا انعم علينا فيها في البطاطس، النشويات اللي فيها بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. فخلونا نشوف ايه الافكار النهارده بتكلفه قليله جدا، نقدر نعمل افكار جديده وبسيطه وسهله. ونيجي للحمه المفرومه اللي انا معصجها سابقا، وانزل بقى هنا كده. الله، هي دي بقى الفكره. ونقلب اللحمه المفرومه مع التوابل دي كده. وتعالوا نعمل شويه بتنجان عجب. شفت بقى الفكر؟ هو ده. شفت اللحمه لمعت ازاي وزغليلت في عين ازاي؟ ده المطبخ. هسيب اللحمه دي كده هنا واخد بعضي وامسك البتنجان ده اقطعه دلوقتي عشان ابدا احمره في الزيت. وحاجه جديده برضو، هي جو المسقعه بس بطريقه جديده. المقادير على الشاشه: بتنجان رومي بيكون ملحم حلو كده، بناخد البتنجانيه الحلوه دي يا عم الشيف، بنشيل دي كده. اهم حاجه انك انت بتكاليف قليله وما يبقاش المطبخ بتاعك مكلف وفي متناول الجميع، تعملي افكار جديده. ده هدفنا، ده دورنا، ان انا مش بوفر لك او ان انا بخيل في مشترياتي، لا، انا دوري ان انا اشجعك باقل تكلفه ممكنه بتفاصيل صغيره جدا تعملي اشكال جديده وطعم جديد لاولادك. هناخد البتنجان بالشكل ده كده يا عم الشيف اهو، بالقشره. وناخده نحمره في قلب الزيت. الله. ونسيبه يتحمر. نفس القصه هنا، ممكن طريقه تانيه، خليها نصين كده وتيجي عليها كده نفس الطريقه كده. هي الفكره ايه يا عم الشيف؟ ان البتنجان ده بعد ما يتحمر، سواء اللي في الزيت سواء اللي معايا، بشيل قلب البتنجانيه بيكون اتحمر، بتنجان المقلي، باخد قلب البتنجانيه بفرمه على اللحمه المفرومه، او اهرسه باللحمه المفرومه، او اكسره بالسكينه على اللحمه المفرومه، واخد حشوه اللحمه المفرومه مع البتنجان ارجعه تاني لقلب البتنجانيه، واحط على وشها شويه جبنه موزاريلا وادخلها الفرن. حاجه جديده بقت البتنجان محشي لحمه مفرومه وجبنه موزاريلا، سكه البيتزا وسكه الجراتان، هيبقى لطيف وجميل، الاولاد هيحبوه. اللي مش بيحب المسقعه، هنخلي البتنجان هنا في قلب الزيت وتعالوا نعمل البرجر ساندوتش واحنا شغالين مع بعض. حلو الكلام؟ برضو دوري ان انا بتكاليف قليله
بوصلك انك انت تعملي افكار جديده لاولادك واحفادك واسرتك. خلي البتنجان هنا، ربنا يقدرنا ونحمره كمان. البتنجان انا عايز قلب البتنجانيه، القلب الابيض، مش عايز الاسود يا شفيق. شفت الفكره دي لازم تعملها لاولادك النهارده وتخرجي من جو المسقعه. هناخد البتنجان ده كده، الله، ونجيب معلقه حلو او سكينه صغيره كده. هي الفكره بسيطه، انت اشطر مني وعرفت انا هعمل ايه. اهو باخد قلب البتنجانيه كده، بالشكل ده كده، وانزلها مع اللحمه المفرومه. حلوه. حلو، ونفس القصه هنا، او ممكن ادوس عليها كده واوفر على نفسي مجهود، اهرسها كده اهو كده. شفت الحركه دي برضو؟ وهرسها كده، واجيب يا عم الشيف اللحمه المفرومه اللي عندي دي كده، اخد البتنجان ده كده. انا بوصل لك الفكره، واعتقد انك انت هتعملها احسن مني. قطعت البتنجان في قلبيها، وتنفع على فكره مع الكوسه. واخد اللحمه المفرومه دي كده احطها هنا برضو، هنا كده لحمه مفرومه مع بتنجان. ممكن تحط على فكره شويه شوفان لو انت عايز تعمل الموضوع بالشوفان، اهو تحط خضره. ادي البتنجان معاه لحمه مفرومه، عندنا جبنه موزاريلا، حابه تحط جبنه شيدر اهلا وسهلا. الطايم بتاعنا طبعا محسوب، ممكن ندخلها الفرن بقى تاخد لون بالشكل ده كده. اعتقد ان الصوره على الشاشه قدام حضراتكم مش محتاج ان انا اتكلم عليها اهو. ممكن تحط شويه وايت صوص اللي هو البشاميل الخفيف، اختياري، بس ده ما يمنعش طبعا ان انا احط شويه زعتر حلوين. دايما انا بحب الزعتر على وش الجبنه الموزاريلا. في نوات ندخلها الفرن مخرجنا الجميل زي ما انت عايز. المفروض الجبنه تسيح هنا زي الفل اهو بالشكل ده كده. نروق المطبخ بتاعنا، خلونا نطلع البتنجان من الفرن اذا وقتنا يسمح. ولكن عايز اقول لحضراتكم بتكاليف قليله بسيطه سهله، رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.